بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ هنبدأ ان شاء الله بإذن الله مع بعض المحاضرة رقم 5 في برنامج 7 3 بي 2017. كنا اتكلمنا مع بعض المحاضرة اللي فاتت ازاي هنعمل الالاينمنت بتاعنا، وازاي وعرفنا ازاي هنعمله وازاي نغير فيه، وازاي ان احنا نعرف الكاميرات بتاعتي، وظهرنا الأسامي بتاعة الكاميرات تمام، وأخفناها وعملنا كعيب للكاميرات وعملنا جدول بتاع الكاميرات وعدلنا فيه زي ما احنا عايزين. هنيجي إن شاء الله بإذن الله نكمل إن شاء الله المحاضرة بتاعتنا، إن احنا أول حاجة إزاي عشان أعمل البروفايل، ويعني إيه هعمل البروفايل. مبدئيا كده الأرض الطبيعية بتاعتي بتبقى بالشكل ده تمام، فيها حاجات طالعة وحاجات نازلة، وأنا مش عارف أمشي عليها، ومش هينفع إن أنا أمشي بالشكل ده. فباجي إن أنا أقوم جاي عامل خط كده، الخط ده بيبقى فيه ميول بحيث إن هو يبقى فيه عندي هورزونتال وفيرتيكال كيرف تمام، عشان خاطر إن أنا أساوي الأرض بتاعتي تمام. طيب يا باشمهندس، الكلام ده هنعمله ازاي؟ مبدئيا كده لازم أبدأ عملية إن أنا أظهر الأسامي بتاعتي على الطريق عشان أبقى عارف أنا شغال في أي طريق. هنعلم عليه ونقول أرج نيبل، هنيجي عند أرج ألاينمنت نيبل، هنيجي عند هنا سنجل سيجمنت، ونخش عند النيم نعمل له أرج كارد سيلكشن. الكلام ده طبعا احنا قلناه المرة اللي فاتت عشان كده أنا بقوله بسرعة شوية. هنيجي عند النيم، هنيجي عند الفولس هنا نخليها هيظهر عندي، نقول له ابلاي، لان لو ما قلتش ابلاي مش هيتم الكلام ده في حاجه. نقول له اوكي، نقفل، يظهر معايا الكلام ده تمام اهو، و يبقى معايا الشكل بتاع الاسامي بتاع الكافيه يظهر معايا زي ما انا شايف كده. هنيجي بعد كده نعمل البروفايل. هنعمل البروفايل ازاي يا باشمهندس؟ من قائمه كروم هنا اهو، هنختار الامر بروفايل، هنختار الأمر كارير سيرفيس بروفايل، هنبدأ نختار كل طريق عشان نعمل له البروفايل بتاعه. فهنيجي عند الأول الروج واحد أهو، هو طبعا هنا هنلاقي كل الطرق اللي احنا عاملينها تمام. هنختار إي جي ونقول له آد. هنيجي نبص هنا هنلاقي إن هو بيقول لي بادئ من كذا لكذا، والمينيمم انيفيجن والماكسيمم انيفيجن قد كذا، بيبتدي هو يعرفني البروفايل بتاعه كله، ويقول له جرو البروفايل فيو. هيفتح لي قايمة، هيبتدي القايمة دي يقول لي هنا اسمه روج واحد، أنا مش عاجل فيها أي حاجة، وأنا هنا أهم حاجة عندي دي تبقى أوتوماتيك، وهنا كمان تبقى أوتوماتيك عشان خاطر شكل البروفايل بتاعي يبقى شكله أفضل. البروفايل جزء من إيه أوبشن، هنا مش هنعمل فيها أي حاجة. البنك أتأكد بس إن هي بكم، لأن البنك زي ما قلت لك هنيجي نعمل البروفايل هيبقى عندي هنا حاجة تحت هنا بالشكل ده كده، وانها تبقى يفضل ان هي تبقى عامله كده. هي انا عن نفسي بفضل ان هي تبقى فوق، وهي المتعارف عليه ان هي تبقى تحت، اسف مش فوق، المتعارف عليه ان هي تبقى تحت، فانا عشان كده بفضل ان هي تبقى تحت. وبعد كده الهاتش بقى نعمله، بس بنعمله بعدين مش دلوقتي. هنيجي نعمل نقول له كرييت بروفايل فيو، نيجي في اي حته فاضيه ونضغط كليك شمال تمام اهو، هنيجي هيظهر معايا الشكل ده كده تمام. نبدأ نعمل تعديل على البروفايل. هنعمل تعديل على البروفايل ده ونشوف ايه اللي هيحصل. انت شكلك البروفايل ده شكله عاجبك؟ شكله يخط كده يعني، بشوف ده شكله الارض الطبيعية، يعني لو انا عندي ارض طبيعية هيبقى عندي كده 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 طريق طالع نازل طالع نازل طالع نازل نازل كده، يعني منظر الطريق صعب، ده شكل الطريق يعني الارض الطبيعية بتاعتي. طب يا باشمهندس هنعدل الكلام ده ازاي؟ هنعدل الاول شكل البروفايل ده ازاي؟ هنيجي هنا نقول بروفايل فيو، بروفايل فيو اهم حاجة عندي، نخش على الانفورميشن، هنلاقي الاسم بتاعه زي ما هو، الجراف ما بنعدلش فيه حاجة، اهم حاجة الكليب كليب 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 دي عشان لما يسمح لي ان انا اقطع في البروفايل زي ما انا عاوز، لما اجي اعمل النوع يقدر ان انا يسمح لي ان انا اقطع. بحب غير ما اسيب من فوق 3 سنتي عشان خاطر اكتب فيهم او هو يكتب فيه اي حاجه انا عاوز اكتبها، بنخلي من فوق هنا كناكه ومن هنا فوق كناكه، ما بحبش اخلي فيه فراغات، يبقى باجي من الصفر فبنخلي هنا صفر ما سيبش فراغات، اعمل صفر صفر
بعد كده بنخش على القيم الأنوبيس. هنا ممكن نخلي الاسم زي ما أنا عايز، أو يعني الاسم الويب بتاعي زي ما أنا عايز، أخلي الخط بتاعه مثلا يبقى حجمه 10 مثلا، وممكن هنا أخليه يعمل لي بلاجوية مثلا بحجم 10 سنتي، إن هو بحجم 5 أسف 5 سنتي. تمام، ممكن هنا نخش نعدل فيه، نخلي مثلا النوت بتاعه لونه مثلا نخليه مثلا مايل شوية كده، نخليه مليان كده، نخليه مثلا لونه ماجنتا، نقول له اوكي. تمام، ده كنا انا بعدل فيه كل دي اشكال بس مش اكتر، يعني بنظبط بس في شوية حاجات. هنا برضه من الحاجات المهمة قوي ان بيقول لي هنا عايز الكلام ان الميجر ديسك سيجمنتس حجمها قد ايه، نخليها 25، اللي هي الارقام اللي ناقصها هنا دي يا جماعة، نخليها دي 25. الكيكة سايز 2.5 معجيش فيها أي مشكلة. بصوا يا جماعة عشان تبقى أنت فاهم، أنا سايب لك 4 أو 3 صور أهو عشان خاطر تمشي عليهم، أنا عشان تبقى أنت شايفهم قدامك. تمام، عشان خاطر ما تلخبطش. تمام، أنا سايبهم لك هنا. تمام، هنا دي هتبقى 2.5، هنا دي هتبقى 12.5. تمام، الكلام ده بنعمله كده، ونقول له هنا ان هوريزونتال، بعد كده بنقول له اوكي ما عنديش اي مشكله. نخش بعد كده على الفيرتيكال اكسس، انا عامل لك برضه ليها صوره هنا. اهم هنبدا من اول، لو احنا شغالين في الرايت هيبقى دي اهم حاجه عندي، دي 2.5 وهنا 5 وهي 0 و5 و0، هيبقى هنا دي عندي هنا 2.5 وهنا 5 و0. هنا 5 و0، هنخش على الشمال هنخلي دي برضه 2.5. تمام، ونخلي دي -5، نخليها كده حوالي -5 و0، وهنا كمان -5 و0. ونقول له هنا الديسبلاي اهم حاجة تأكد ان 2 ليفت كليك وان 2 رايت كليك قايمين. بنقول له أبلاي، لأن زي ما قلت لك لو ما قلناش أبلاي مش هيحصل الكلام ده كله. تمام، أجي شكل البروفايل الجديد بتاعي بعد ما عدلنا شكله. طب يا باشمهندس دلوقتي أنا لما هاجي أعمل أي بروفايل هيظهر معايا زي ما الشكل القديم هو هرجع من الموضوع ده كله تاني؟ والله تعالى نجرب، يعني تعالى نمسك مثلا البروفايل الاتنين أهو، نيجي هنا من قائمة نوم نقول له بروفايل كريت سيرفيس بروفايل. طبعا هنختار الأيوك 2، نختار السيرفيس نعرفه، نقول له كرو إن بروفايل فيو كريت بروفايل فيو، لأن الحاجات دي كلها خلاص اتظبطت أول مرة. ببدأ هنا وأقول له تمام كده. إيه ده اللي حصل؟ إن هي متعرفة، الكتاك ظهرت معايا، الأرقام، كل حاجة ظهرت معايا تمام زي الفل. طيب نستغل الفرصة بقى ونجرب البروفايل التاني كده. يجي اج برو كريت. تمام، نقول له اسكيب، هنطلع من الامر بقى. عندي الثلاث بروفايلات للثلاث الطرق عندي زي ما احنا عاوزين. تمام، لكن ده يا جماعة زي ما اتفقنا ده شكل الأرض الطبيعية، ده شكل الأرض الطبيعية، مفيش عندي شكل الطريق بتاعي، مش عارف شكل الطريق بتاعي هيبقى شكله ايه. طيب يا باشمهندس هنعمل المشكلة دي ازاي ونحل المشكلة دي ازاي، او هنحل احنا نعمل ايه عشان خاطر نحل المشكلة دي؟ والله الموضوع برضه بسيط، هنيجي برضه من قائمة مهم نختار بروفايل، بروفايل هنختار بروفايل كريشن كودز، بيقول لي اختار شكل البروفايل بتاعك اهو، بيقول لي كان اسمه لوج واحد، هنيجي هنا يقول لي الاسم. الاسم يا جماعه ده مهم جدا عندي، يعني نيجي نقول له اف جي. يعني ايه اف جي يا باشمهندس؟ اف جي يعني فينش جراوند. طب انا دلوقتي يا باشمهندس عندي، انا دلوقتي يا باشمهندس اتلخبطت ايه الفرق ما بين الاي جي والاف جي؟ هقول له امال هتعمل ايه لما تعرف ان انت هيبقى عندك كمان اس جي؟ اف جي والاي جي والاس جي في مسميات او اختصارات لمسميات انا بسميها عندي في البرنامج، والبرنامج بيعرف بعضها او بيحب بعضها، و
الاسامي التانية انا بعملها عشان خاطر اختصارات، زي مثلا الاي جي اختصار للاكزيستنج جراوند، تمام، الارك السطحية او سطح الارك يعني، تمام. طيب يا باشمهندس، هنا الاي جي انا اللي مختارها، لا ده البرنامج اللي بيحبه، لكن انا لو عايز اغير اي حاجة فيها انا حر، تمام، بس يفضل ان انا بمشي بيها كده. طب انا لو انا غيرتها هيفرق معايا في حاجة؟ لا مش هيفرق معايا في اي حاجة خالص، بس الموضوع زي ما احنا اتفقنا هو يعني هو البرنامج بيحب الشكل ده. طب ما الانفيجي ده، الانفيجي ده ان هو انفينيتش جراوند، ان هو سطح الارض الطبيعية، سطح الارض الطبيعية، انت سطح الارض اللي انا هعمله ان هو بقى اسفلت يعني، تمام. طيب بعد كده يا باشمهندس انا عندي الاس جي، الاس جي ده عباره عن ايه؟ ان هو السب جرين، ده هي طبقه الاساس ان احنا عملناها. اهم حاجه عندي ان انا ابقى عارف ضغط الحراره يا باشمهندسين دي معناها ايه، واخد بالي ان انا عندي هنا واحد وهنا واحد عشان خاطر دي هتنفعني بعد كده في اللوحه بتاعتي، واقول له اوكي. ونيجي بعد كده نخش على ان هنا مش هنعمل فيها اي حاجه. اهم حاجه عندي برضه حاجه مهمه جدا، البروفايل ليبل سيك، نتاكد ان هي اولا كومبليت ليبل سيك، وبعدين نخش نعمل لها ايريك كارنت سيلكشن. هنيجي عند الساج كاريسك، نيجي هنا نشوف الاول هي معموله ازاي، ايريك كارنت سيلكشن، تمام. هنيجي هنا عند الفيزابيلتي، ان ايوه انا عايزها تظهر، تمام. هنيجي بس عند اهم حاجه عندي البي في اي، البي في اي سكيشن دي عند انيميشن، تمام تمام دي اهم حاجه عندي. اخش عندي هنا جوه ونخش على اول واحده، هنلاقيها العلامه بعد صفرين، نخش على تاني واحده العلامه بعد صفرين، اوكي كده انا تمام. ننزل تحت نخليها واحد زائد صفرين بس، انسان، ونتأكد برضه إن هنا واحد زائد صفرين، تمام، أوكي، هقول له هنا أوكي، أبلاي، أوكي، هنرجع عند الكاريزما كمان، نخش عند إيجيك كارد سندكشن، هنخش برضه على نفس الكلام البي في أي سكيشن. نخش على أول واحدة هنلاقي العلامة بعد صفرين، وهو حاط العلامة بعد صفرين، العلامة بعد صفرين، وهو حاط العلامة بعد صفرين، خليها صفرين. نفس المشكلة اللي كانت موجودة في 2015 وموجودة في 2016، أوكي، أبلاي، أوكي، كله عندي هنا تمام، معنديش أي مشكلة في أي حاجة. هنا جينا نتأكد إن هي بنديكولار، تمام، أوكي، نقول له أبلاي، أوكي. تمام يعني نخش بعد كده على الديزاين كاريتيريا، هنا معناها بيقول لي سرعة تصميمية، احنا شفنا طبعا الشكل ده قبل كده او شكل قريب منه، تمام، ونفعل طبعا احنا ماشيين بأشكو 2001، تمام، ماشيين بأشكو 2001، ونقول له اوكي. هيبدأ يظهر لي اللوحة اللي احنا شفناها قبل كده برضه لما كنا بنعمل الالاينمنت. هنيجي هنا نقول له لو سمحت انا عاوز ارسم تانجنت في الكنباك، ونبدأ نرسم الكنباك بتاعتي، تمام اهو انا اختار اهو، هنبتدي مثلا من هنا اهو، اهو انا هبتدي مثلا هيبقى هنا لو كله لاب، وبعدين هنعمل له كل حرف، تمام كده، اهو تمام. تمام وبعدين نضغط اسكيب، هيبدأ هو يعرف الكلمات بتاعته، تمام، ويشوف. نيجي هنا نعمل هنا ايريك على الخط ده، ونخلي لونه مثلا احمر، ونخلي تاني لونه احنا دخلنا غلط هنا اسكاين،
اخش على الجنس بني، خلي اللون الازرق ده كله لونه احمر، انا بحب ده تمام اهو. ونيجي عاد من الكلام هنا اسكواي بواجو، نخلي اول اربعة بول لونهم ازرق. اوكي افضل، او بلاش ازرق نخليهم اخضر مثلا. افلاي اوكي تمام. فهيبقى انا عندي ده الشكل بتاعي. لو لاحظنا هنلاقي ان اللون بتاع الارجس الطبيعية بتاعتي اتغير كله تمام. ودي طبعا زي ما احنا عارفين من مميزات برنامج السيفن، ان لما بعمل تغيير في حاجة بيعدل على كله. هنلاقي بعض الاسهم في عندي بعض الحاجات اللي هو معلقني عليها اهو. تمام كده بنبتدي نشوف لو في اي ملحوظة. ما عنديش اي ملاحظ ملحوظة ملاحظ تمام. هنا بس ربما يكون عندي هنا حاجة في ان سكوب سايد بيسمنت تمام. فعلا زي بس طبعا احنا شغالين هنا على قليل عادي، فمش محتاج ان انا اعدل السكوب سايد بيسمنت. الكلام ده ممكن اعدله لو انا شغال في طريق مثلا جوه مدينة، فاهم الكلام بتاعك. لكن احنا هنا عاملين طريق أي طريق عشوائي بس. نفس الكلام ده هنقيره مع الطريق التاني هوم بروفايل بروفايل كريشن مونز. هنختار البروفايل تمام. هنخش على أهم حاجة زي ما قلت لك، يبقى عندي هنا اف جي تمام. لون اوكي. نعمل هنا ايجا كارك سيلكشن الساج، نخش على ايجا كارك سيلكشن، نخش على البي في اي سكيشن، نخش نشوف اول واحدة هنا العلامة بعد صفرين والعلامة بعد صفرين، نخش على رقم بناتنا والعلامة بعد صفرين والعلامة بعد صفرين. فهنقول له اوكي تمام، ما عندكش هنا اي مشكلة. اوكي نخش على الانكريس ايجا كارك سيلكشن، ايجا كارك سيلكشن، نخش على البي في اي سكيشن تمام. انا هنلاقي العلامة بعد كده زي كانك اسوان. لا نقول لو سمحت خليها لي زي الصفرين بس انسان. اوكي افلاي اوكي اوكي افلاي اوكي. نخش نفعل الاشهر 2001 اوكي. هيظهر لي القايمة دي، نبدأ نرسم هيرسم لي باللون الأحمر اللي أنا اخترته. انتبه تمام. بيبدأ هو يقول لي لو انا عندي اي ملحوظة يعني اعني عليها. طبعا هنلاقي برضه نفس المشكلة في الديسكونت زي الديسكونت، ممكن يبقى نظبطها بعدين. وهنخش نكمل الكلام ده كمان مرة مع البروفايل كريشن مود. هنا نختار الطريق، هنلاقي هنا ان اف جي اهم حاجة اللي هي الفلاش كاكاون تمام. اوكي نخش نظبط النساج والكاريسك بتوعي. قلنا نخش على البي بي اي سكيشن علامة طبعا زي ما قلنا العلامة بعد رقمين.
خش على بالك واحدة لأن يكون حاجة متظبطة. الله اوكي الله اوكي. خش على الأشمو، نفعل على الأشمو 2001 نفس الكلام بالكلايو، نقول له اوكي هيفتح لي نفس القايمة. ما ينفعش ان انا ارسم الواي فايلات كلها من قايمة واحدة، تمام يا جماعة؟ عشان ما حدش يقول انا مش مهندس كاب، ما ينفعش ارسم. لا هو ما ينفعش، تمام. ونقول له ادخل اهو كده، يبقى انا رسمت البروفايل بتاع الطيور بتاعتي. تمام، بعد ما عملنا الكلام ده كله هنبدأ نرسم السب جريك. بس الأول في حاجة، إن أنا لو أنا عندي أي مشكلة في أي مكان أنا ممكن أحرك الطريق بتاعي فوق وتحت زي ما أنا عاوز، تمام؟ ازاي يا باشمهندس؟ هنيجي هنا مثلا اهو، تمام اهو بنحججه من هنا، بطلعه او انزله من هنا زي ما انا عاوز، احركه يمين او احركه شمال اهو، انا مثلا لو انا عايز اطلع اهو اطلع وانزل زي ما انا عايز اهو، تمام كده. هنيجي بعد كده، تمام، نعمل السب جريج للطبقة دي. هنيجي هنا لحد الطريق ده ونيجي نقول له لو سمحت هوني عايزين الأول ناخده كوبي، نقول له اوكي، وبعدين نقول له خدوني اوفسك. الأوفسك ده هو ليكن هينزل سالب 35%، اوكي هيبقى فعلا ينزل سالب 35% اهو تحت الأرض، تمام. هنا أقوم جاي واخده كليك يمين وأقول له اجد بروفايل سكاين، اجد بروفايل سكاين، تمام. هنيجي هنا، آسف هنيجي هنا اهو حاجة بايجا، تمام، نقول له بروفايل بايوبيكس، تمام. هنا بسميهولي اف جي واحد، فانا اقول لو سمحت سميهولي سب جريج، سب جريج واحد، تمام. وهنا ديزاين بروفايل، هنيجي هنا نقول له كوبي كارد سيلكشن، خليهولي لو سمحت كله طيب ده لو سمحت خليهولي اصفر، تمام، واقول له اوكي. لو انا عايز اغير في الخط بتاعه مثلا نخليه مثلا جيش اهو، نقول له اوكي، نقول له ابلاي، نقول له اوكي، تمام. الواي فاي اللي جايبنا مش هنعدي فيها اي حاجه ولا ديزاين تايمر ولا اي حاجه ممكن نحتاجها، هنقول له هنا ابلاي اوكي، تمام. هنيجي بس هنا نظبطها من جوه، بس نقول له هنا نسميها سب، ماشي اوكي ما عنديش اي مشكلة اهي. اجي بقى عندي طبقة الاساس وعندي طبقة السب جريد بتاعتي، تمام، وطبقة الاف جي الفينش جراوند الفينش جراوند والسب جريد، تمام، واجي الاكزيستنج جراوند كله موجود عندي على الباي فايل في باي فايل واحد. هنعمل نفس الكلام ده هنا كوبي اوكي. نفس الكاميرا معنى احنا بناخد 35% بنعتبر ان طبقة الاساس وطبقة الطبقات المكونة للصب، ان طبقة الاساس يعني وطبقة الصب جريج والكلام ده كله بنعتبره 35% مكمل، يعني 35 سنتي تقريبا. بنقول له اوكي، يبقى هنا يعمل لي هنا، نقول له افتح البرابيس صب جريج
كاين اثنين اجي كوبي كارنت كسندكشن نخليهم كل نوع اصفر اوكي اكنش اوكي ابناي اوكي ابناي اوكي تمام نفس الكلام هنعمله مع البروفايل الكامل ناخد كوبي اوكي اوفست سالب 35% نقول له اوكي نقول له افتح البروفايل لو سمحت ديزاين هنا لو سمحت سميهاني سب كاريك بناكة copy current connection اللون هيبقى أصفر اللاين هيبقى ناش اوكي ابناي اوكي ابناي اوكي هيطلع عندي دلوقتي بقى عندي البروفايلات مرسومة كاملة شكل صفحة الأرض بقى واضح هاجي عندي فهي هيبقى ماشي كده تمام هيبقى عندي هنا نقدر نحسب كميات الحفر اللي بعد كده من خلال السب ريج والسب بيز والكلام ده كله.